القوات الروسية في سوريا تباشر سحب قسمها الأكبر ابتداء من اليوم الثلاثاء بقرار مفاجئ من الرئيس فلاديمير بوتين بعد تدخل ميداني دام أكثر من 5 أشهر، وذلك بالتشاور والاتفاق بين موسكو ودمشق حسب ما أعلنه الكرملين. موسكو تقول إن قواتها في سوريا أنجزت بشكل عام مهامها، وإن الانسحاب يأتي لتيسير التوصل إلى حل سياسي تفاوضي. بفضل مشاركة القوات الروسية، يقول فلاديمير بوتين، تمكنت القوات المسلحة السورية والقوات الوطنية في سوريا من تحقيق تحول جوهري ميداني ضد الإرهاب الدولي. هذا القرار الذي لم يكن متوقعا رحبت به الأمم المتحدة، على لسان رئيس مجلس الأمن الدولي إسماعيل أبراو غاسبار مارتين، الذي قال مستبشرا في ندوة صحفية من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. عندما نرى انسحاب قوات عسكرية فإن ذلك يعني أن الحرب تأخذ منحا مختلفا، وهذا أمر جيد، وأصبح هذا التحول ممكنا بفضل التعاون الجيد حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. روسيا ستبقي على حضورها في قاعدة حميمين في اللاذقية وفي ميناء طرطوس، مع التجديد على أن موسكو ستكثف مساعيها من أجل إنجاح التفاوض من أجل التوصل إلى مخرج سياسي سلمي تفاوضي للأزمة التي انطلقت قبل 5 أعوام من أجل المزيد من الحريات وتحولت إلى جحيم.